فيعن ونكسن داوديال مركزونا قد داونا إسان كسو دوادا ورئيسي إيسو قشي إن الله يشو سنتر عبدي إسماعيل سمتر مركوري وحن جعلهاي إن دل سو دويسان سنتر كا سو دو مركوري أتسان دولا صوماليان هن نولاتو صوماليان هن نولاتو دولة صوماليا مكو سحان تهي إن عيدا ما كسو دولة مصر أي كانتو دالكا مصرنا متهي دلك الشقين كره دنت الصومالية. ولا لوحي وين دولة هي دت كورتوين لك على سارة. دولة مصر وحي وين أجندة لهذا هي قارة برنامج قارة لهذا. دت كمصريين هذه جر تاريخ الصومالية مركز دبر نقطين قبل ما دونك يوحي ودن هيل وين بيقوها إنجرين هنقبانا هنا ونقوم كران. لكن دولة مصر قارة هانتني مركز جوت إن تاريخ هذا اللي أوجاده. وحوين هذي الصومالي دون سوينا كالمسي سو دفاع إيجا كغيب كشو والسودان أو جار كيجا أو إثيوبيا هي حد ليهين أو بلن بلسن أو وإكسدي علي مهدي عيديد هي هنجرين حمر مركا عيد ما أنت خرطوم علي مهدي عيديد بس وايست تاسي وحكة قبل الحيد هو اللي بده حدنا إثيوبيا لله تاسي وتكو بعد طلبات هذي نون حيان وحكينا حلا هاي فلسطين أنت قصي كنا حلا هاي ويمكن تض إلا الله بكون يتضبط دي جريجو أن تلقو حلاي ده كرير قصة إركي لقى حلاي لوكي لقى حلاي بطي لقى حلاي إسرائيل كحلاي مصاري ده تاسي لو ده جان مركوين لو جدا دن تجاري مصر لا ده هاي كوا هدي وحبك قبل ويلي تانو وملف قوية ولا ورسي aan dhawaan kula yeeshay waxaad sheegtay in deen caafinta Soomaaliya ay tahay dabin loo dhigayo dadka Soomaaliyeed mudaharaadyo xoogan ayaa ka dhacay Muqdisho oo ay dhigeen bajajlayaasha iyo waliba ganacsatada muqulo tahay inay sabab u tahay arinta deen caafinta walaal waxa weeye horta barnaamijkan wax dad fara badan oo fahamsan uu yar yahay oo dawladda ku jira barnaamijkan marka af ingiriis lagu qayayaydhaahdo waxa la yidhaahdaa austerity وعنا قوتين واي austerity وحوين وحول بس الله يريه مركها قلدن world bank يا IMF تا دلني يرتم وسير هذا الشيء يعني ما فهم سنة قرشه جوحية مير برنامج كان لجيء أفريقيا أو هيك قولي ستنا لما هي وري كنتني أفرتا ودن أفريقيا كا مير لجيء والقولة كان مجرد مركها وحوي برنامج وحويان دت كدن يرتع عشورة هلو كرديو عشورته إسكولة دي لما تريه كجرا إسكول فيس الله قاضو وحويان عشورها هل كرديو سو ما تقرن سدين كوجي لو بحيو أما سدين دوني يان لو يهو مركا وحي كان سادت كي دنيرتا هاي بع مشترك يريرا دت كي حوق مرغمال كا هاي بجاش وكم دها وحيودن انت عشورتي لو كرديو يا وحقبضنا عن لو سمينين تاس ايا سببو اه او كانتي ان كب دي dadka masaakiinta ee bajajlayaasha iyo dadka masaakiinta ee baa mushtariye inay diidan waxa meesha ka socda barnaamijka austerity la yiraahdo had iyo jeer wuxuu keenaa musuqmaasaq ayaa cirka gala marka waxa dadka isku helay musuqmaasaq ashuurihii lagu kordhiyay wax qabadkii dawladda ay wax u qabanaysay dadka oo jirinba saddexda marka isku ka helaan cid bin aadama oo wadkaysan karta ma jirto madaxweyne xasan sheekh maxamuud laba sano ka yar ayaa wartay markaad eegto dhinaca arimaha gudaha هل كي أيو كلا تهاي إنه وجهين أيو؟ ولا الوحوية وحسيح وغي سنية سياسة دي كلفوغين سيداتك وما دحوينه درول كي وحسيح وغو بيا تقال دي سوكي قبل دك دعي أي سيح وغو بيا حنرته دون وحمر وحسيح وغو بيا أو لحادي لنيا مصغ ماسقي حوله الدولة تلمام هدان كاسيو لولكي الدولة إلا بوبي ماشي إذا مدو هيدا هانجرين بنغالي هذا الأورنجري ماشي وزارة هولها قود الهانجر تي سفارة دي هوري مريكا كسور جدي ماشي دكد مركا لغا سو سارو هانتدا لديك يه دراي بورت كالورن يي ايربورت كمقدشة آدن عبدالله لغمو قعابي أول الدونة يمكا سنة دي برد لغا شغيني سيدي لور راري رها إمل لو جيسن لها إدت قاره هي ويلان الحاين وحسن حلف ديسا يقولون أجنبي يدي بده ذكّد قل ده بده
إن لحراء وضد مساكين أنت اللي دول جيو أو قوي كحجة مقدشو ضد كان مساكين تانا على جسارو ضد قار هنا هيشان إن قرن هنتي ده هنا نقول أي على جشقين ينسوه قاعدي دوان دول كي بانك وها أي جزيرة هو لك جزيرة هو قرب يالي واتل حالفي مركب وحسي حوجو بيا مسوماسقي بابكي كلفوجانتي ضد قبيالة دي دجال كي سكية وحيبا سيفوجاني ولا مرك حسن إنه توبت كيني دونه هي إنك لو كم ورخينه توبتنا بيسنا وحويان تد مساكينه أو حول دقتها أو حوله هاي محجر كي بربرات كجيران البربر وحيل هاد لبا محجر بيل هاي أو سومالي لا يضحي نين يمني يا أياس يمن كي مدين لعق بدن أي دولة مدحوينها حسن سي حوله وحل يدي محجر كي سموه يعني محجر كله لقى مسين كرا وراق دي عاف ما تكلو قدو في الحق dadkaas imika laba saddex bilood ayay halkaas ugu qodoosan yihiin berberina waa xagaabe haydo de kulaylka waad garanaysaa berberada xagaagaas ma dadka Soomaaliyeed ee reeqooyigan doonana in jamhuuriyaddi ku soo jiidano miya la soo jiidaya mise waa laga sii eriya meesha marka waxyaabaha aan kaasa ayaa ka socda wadanka marka noqoto siyaasadii arimaha gudaha ka keenayna tafaraar qabadan oo cadawga dawladda Itoobiya ma aha dadka Itoobiya dawladda Itoobiya iyo kuwa kale ay ka faa'iideystaan walaal waxaan ogeyn dawladda Puntland halka ay ka taagan tahay dhanka dawladda federaalka dhawaana xildhibaan ka tirsan federaalka oo ka soo gala Koonfur Galbeed ayaa lagu qashqashaaday magaalada Muqdisho sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed arintaasi uu kala hadlay ma kula tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maareyn doono khilaafyada soo kordhaya ee dhanka maamul goboleedyada ma taariikhdii hore wuxuu sameeyay miyuu wuxuu sameyn doono hadii lagu xisaabtamo taariikhdi hore wuxuu sameeyay ama wadaa kuwi ka horeeyay bay sameeyeen waxa weeyaan macangag noqo ku adkayso meeshaada si had u soo noqotid distoorka malmalo dawladda malmalo doorashada malmalo weeyaan taasi haddu ku socdana in la sii kala fogaado mooyaane in la isku soo dhawaada dhicmayso laakiin farajka Ilaahay lagama qoosto ilaahay inuu xasan waxyi ku soo dajiyo oo tooso jidka saxii inuu yahay in dadkani inay wax wada leeyihiin ay dareemaan inay wax ay wada leeyihiin laga wada tashado si quman oo islaamnimada iyo soomaalinimada u ogol laakiinse haddii xasan taariikhdiisii hore la raaco waxa weeyaan jidkaas uu soconaya ilaa derbiga madaxa uu kusoo dhufto walaal halkee ayay kula tahay in dalka uu wajahan yahay marka loo eego siyaasadda arrimaha dibadda waxweeye walaal horta dadkii ka shaqeyn jiray amuuraha dibadda diblomaasiyadda iyo waxaas oo dhan ka shaqeyn jiray ama way ruuxeen ama aad bay u yar yihiin lagamana shaqeysiiyo maanta waxaad arkaysaa waxa weeyaan tilmaam haddaan ku siiyo wasiirka amuuraha dibadda imika jooga wax allaaliyo wuxuu ka og yahay amuura dibadeed iyo taariikh amuura dibadeed ma jirto maalin dhaweyd xamar buu ku qabtay oo jaraa'idka la hadlay dee waan yaabay wuxuu ku hadlayo wax diblomaasi ku hadlo maaha taariikhda Itoobiya ma yaqaano taariikhda Mareykanka ma yaqaano tayur ma yaqaano diblomaasi waxba kama yaqaano laakiin sidee xasan buu u adeegaa soomaad garan waa taas waa ta koobaad ta labaad safiir ayaa loo soo magacaabay Mareykan safaaradda Mareykanka ee Washington joogta waxa weeyaan safaaradda inoogu muhiimsan adduunka waxa weeyaan in la keeno qof markaasi farsamadiisu aad u sarreyso aqooneeda diblomaasiyadda ama tacliimeed inay dadka ka hooseeya counselors-ku dad dhisan yihiin ilaa waxaan doonaynaa Mareykan inaan qarcino inuu waxaynu doonayno inagala shaqeeyo soomaad garan ninka imika la soo magacaabay ee la soo ogolaaday waa nin dhalinyara oo sidiisa kala quman laakiinse amuura dibadeed weligi kamu shaqeyn daraasad kumu samayn cid ka hooseyso Washington joogto consulars iyo wax lamid ah oo la adeegta mag oo isagana jihaysa ma jirto marka waxaad arkaysaa saaxiibkaagii halkan walaalka halkan gee abtiga halkan gee ayay dawladnimadii noqotay markaas ayaan darradu waxa weeye inaan Itoobiya amuuraha dibadda la iska celin karin ilaa la keeno dadkii jagooyinka oo qalbi lahaa walaal taas waa ta koobaad laakiin dad badan waxay qabaan inuu yahay nin aqoonyahan ah jaamacadda Simat in muddo ah gacanta ku hayay fahamsan siyaasadda arrimaha dibadda adigu aqoon intee leeg ayay u leedahay safiir kale soo magacaabay anigu waxaan arkay CV-giisan arkay walaal si aqoon kale qofka uma leh waxa la ii sheegay dadku waxay dhahaan waa nin edeb badan oo afkaaban weeyaan oo jaamacaddana ka shaqeynaya
جامعة هذا هنا أنا واد أكتبه جامعة هذا هير عالمية رنتي ما هم مركن رون إسكو شيءنو مركها ما ملك جامعة تالا مقدسة تالا رنت مركن لا شيءو سفارة قف ما ملايا أو أدون كخبرة كله بلا تلمع من كسيو ننك السفير كجوجا جيبوتي وجوجا واشنطن إيجا نيويورك قف قرأي سوهي سفارة داسي جنيفو كسو شقي دراسة دو سو فورنا فيرس بو سو برتاي مركو وحو قرأي يسيدو او حد لي واد قرانة سا إنو فهمسين يهي دادك كالسيدا لولا نقمو سيدا أمور حاقا لوغا شادو تاريخ دو دو قوغي هاي سيو بير لحاو صدو سو ماد قران ننكن وحكا لو حمانا كمشيه كرو سو ماد قران لكي سي أمور دي بديد ألف باع هاي او تالا طلباتنا وحويان أمور دي بدا دينو كهد لنو مان تدبت إنو قوينا إن هاي ستاو أرهنتن إتوبيا واي أرهنتن إتوبيا وحي وباهن تاي لباس فرسما وباهن تاي فرسما قودي iy farsamo dibadeed farsamaha guduhu waxa weeyaan dadkaaga inay mideysan yihiin si ay iskaga caabiyaan oo dadka Puntland jooga dadka Somaliland jooga dadka Kismaayland jooga iyo inta u dhaxaysaba inay arintaa ka mideysan yihiin oo aaminsan yihiin hoggaanka madaxweynaha taasi ma jirto walaal talabaadna waxa weeyaan dadka Soomaalida ee jamhuuriyadda ku nooleen ee midalan ku nool gobolka Soomaaliya ee Ethiopia in shucuurtooda la kasbado sida lagu kasban karaana waxa weeyaan iyadoo xalaal ka soo baxso Muqdisho soo maad garan xalaashana waxa kow ka ah de amuurihi dibadda in loo maamulo si qarannimo ee aan loo maamulin si qolonnimo iyo si saaxiibtinimo loo maamulin taasina diilo weyn ayay inaka inagu tahay walaal dalkeena waxa soo maray madaxweynayaal kala duwan hadda waxa ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo talada dalka haya maxaa ku qiimeyn lahayd markii aad babar dhigto madaxweynashii dalka soo maray ii Xasan Sheekh Maxamuud madaxda wadanka soo martay waa 8 aadan Allahu naxariisto Cabdirashiid Cali Sharmaar ka Allahu naxariisto Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariisto Abdul Qasim Allah daayo Abdullah Yusuf Allahu naxariisto Shariif ka Allah daayo Xasan Allah daayo Farmaajo Allah daayo Xasan Allah daayo waa intaas weeyaan waxa weeyaan aadan horta isaga meel gooni iska dhig قف أمانة ذو ولا يسكي قف همسن قف همسن شقة ذو هيا إن يتهي شقة هو خدمة إن يدك الصوماليات إن يدك الصوماليات يسقى وشقة سنين يسقى مال جونية طاقة جونية كرسي جوني ولا يهاد الله نحرسته عبد الرشيد علي شرمارك الله نحرسته يو رئيس الوزراء هي اسمه محمد إبراهيم عيال الله نحرسته ده سياسة حرفات كله أيه هاي لكن سواء ماشي كبير عبان تي مسو ماسغا وقويني ينو كجرو اي جد كاينو كالي حاني محمد سياد بره الله نحريسته وحوي ممركي هوري لوركي سنة دو دهوري مثل انتي دنبه لوركي هور سنة دو دهوري انو ارد يربانها معلن يرانا وان نغضوه وحانها شغل قران كان كجري وحوي وحيابا فربادان واف سوماليقا يسكولا لبسي يو سمي لكن سيد وحو نغضي اهل الجريمة ايو نغضي وحويا ننكي قرنك الدمية ويان إياك إيو إساق إيو كوي قبيا لدى إسكور رصدي لدى قالما إيه أيا الدمية قرنكي وحكو حيقي دي وحكو حيقي الله سياد بارك مركو إن الدمية علي مهدي إيو وحي لسوا يستوان سكال دافنا عيديد دي وحي يمدي عبد الله يوسف شريف كاي يمدي انتا مركا دسكو قيسيد وحويا لبقف أياد أرانا سا لبدا سا مجرمينة كو واسياد برود قرن كين الدمية وايا لا بس وما حسن نمر كاسي عبد ال سياد برة أمبو إير كخوسيا أما كسر هي كل بس إذا دوني على الله ده وحوي أن دمو دمين يسوي ولي وحبا لكن سجت هي هي كدم إلى هيد صوم على أيو منطقة لقطة كهيا إنه ضد كيس كلا قايبينيو إنه ستور كي بوبيو إنه أمضي هي كلاي هاي إنه لش قيسن لهين لفهم إلهي هاي inu masari inoo keenaya ciidana oo inu ognahay masarida ciidankaasi inay dadkii markii ugu horeeyay Masar noqotay dadka caadiga markii madaxweynuhu ugu horeeyay soo doorteen ninkii ku jiray akhwaan muslimiinta ay soo doorteen internetkii la qabtay jeel lagu riday la dilay dictator 199 heliya codkii inuu noqday marka Xasan wuxuu isleeyahay aan maleenaya haduu Sisi ku yimaaday ciidamadiisu way ku habeyn doonaan meesha si had Sisi uga noqotid marka waxan qaba waxa weeyaan Xasan ma intii hore mise wixii maanta ka dambeeya
labadii sanadood iyo jarjarkii wax wanaagsan oo ummada uu qabtay oo uu horseeday oo ummada isu keenaya ma jirin. Isaga siyaad baruun buu ka sarreeya inta kaloo dhan uu ka wada hooseeya walaal. Waxaan arkayay baraha bulshada iyo weliba idaacadaha qaarkood oo baahinaya dad Soomaali ah oo dhahaya annagu Soomaali ma nihin oo danaha Itoobiya ayaa naquseysa oo Itoobiyaan ayaan nahay. Ma khalas ma soo gareen? Waa in baan arkay in badan ma arag. Waxaad arkaysaa waxa weeyaan lama yaabin. Oo de Itoobiya maanta waxa ka jirta nin qurun ba hadli kara oo Abi Axmed la dhaho. Inta kale waxa weeyaan waa in isaga durmaanka loo tumaa. Marka in ta jigjigeel la yimiday dadkii inta la ururiyay ama waxoogaa la siiyay khasabna la yidhi waad hadlasaan waa wax la filan kara weeyaan la yaab. Laakiinse waxaan ogahay dadka Soomaalida degan gobolka Itoobiya Soomaalidu ay leedahay dad wadaniyiina Soomaalinimada jecel hay qiimo weyn ku leedahay Islaamnimadu la weyn tahay waaye. Nasiib darro waxa weeyaan meeshii bildaantu kasoo bixi lahayd Muqdisho ahayd. Dadkaasoo dhan heekal gelin lahayd hama gelin lahayd ayaa dumisa maanta oo qiiq baa ka socday nalkama socda weeyaan. Marka Abi Axmed uu samayn doonaa waxyaabaha iyo waxyaaba la mid ah dictator koo dhan baa lagu yaqaanaa. Laakiinse sida looga jawaabiyay xamar uga jawaabaysaa ee Boosaas uga jawaabaysaa ee Kismaayo uga jawaabaysaa ee Hargeysa uga jawaabaysaa dadkan la hadlaya maaha kuwa maamulka maaha waxa weeyaan. In la fahmo intaasi u soo socoto haddii Xasan gacmaha la qaban waayo oo laga qaban waayo jarka Soomaali uu ku wada walaal. Marka waa wax laga naxo weeyaan laakiinse wax la fahmi kara dad la khasbayo weeyaan walaal. Yaa khasbaya asalaamka ma maamulka Mustafa Cagjar sameynaya mise dowladda sare ee ka sareysa ee federaalka? Anu Mustafa'an aqaanay hadduu yahay waxaasi kama suuroobi karaan. Waxaan qabaa waxaana inay ka socoto Addis Ababa iyo Abi Axmed inay ka socoto oo laleeyahay ka hadashiya dadkiina inaad wadaniyiin tihiin inaad waxan tihiin way haddaa taariikhda Mustafa dib u raacdid iyo Xuseen iyo dadka la shaqeeya Axmed iyo dadka la shaqeeya waxa weeyaan dad inay dad Itoobiyaana yihiin laakiinse Soomaali ah. Jinsiyadda guud ee Tigreega iyo Oromada iyo Cafarta iyo Axmaarku wada wadaagaan ba Itoobiyaan la dhaha. Mid walbana goonidiisa ayuu jinsiyadiisu yahay oromadu kuma oranayaan oromo ma nihin dee ma oranayaan axmaarkii laguma oran axmaar ma nihin tigreegii lasoo jabiyey kun ee qof laga dilay lama oran tigree ma nihin dhah lama oran. Marka waxa weeyaan inay Addis Ababa ka socoto ayaan arrintaas fahamsanahay dadka Soomaaliyeedna lagu khasbayo ama madax ahaadaan ama majah ahaadaan walaal. Ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u soo jeedi lahayd madaxda dowladda federaalka si ay u badbaado dalka iyo dadkaba? Walaal, horta Ilaahay in laga wada baqdo oo Ilaahay la cuskado. Guushu Alla ka cabsiga ayay ku jirta. Ilaahay cid khiyaamayn kartaa ma ayan jirto. Marka horta Soomaali taa inay dib ugu noqoto oo salaadan la tukanayo haddana masaajidka dhexdiisa beenta lagu sheegayo in laga baxo waa kow. Umalayn maayo tala aan waxaan soo jeediyay Xasan inuu aqbalayo oo Xasan waanu isnaqaanaa soo maad garan. Laakiinse dhowr arrimood ayaan ku oran lahaa laba gaar ahaan. Mid waxaan weeyaan Ilaah baan kugu dhaariyay Xasanu masaajidka waxaad ka sheegaysa in runta ahayn ee beenta ka dhaaf ummadda Ilaahayna wuu arkayaa waa kow. Tan labaadna waxa weeyaan Xasan jid qura unba u furan inuu xalaaloobo Soomaalina isku timaado. Jid labaad ma jiro. Wuu boobi karaa distoorka wuu boobi karaa reeraha waa la kala qayb qaybin karaa laakiinse if iyo aakhir faa'iido midna ma keenayso. Xasan hadduu doonayo madaxnimada saaqida ee uu dul fadhiyo inuu ka baxo guuleysto Soomaalina guuleysato jidkan unbaa u furan. Muxuu yahay jidkaas markaa weeyaan? Jidkaas waxa weeyaan inuu Xasan fahmo aayihiisa aayaha caruurtiisa kuwa awowga uu yahay Soomaali oo dhan aayahooga inuu ku xidhan yahay inuu toobad keeno. Kow, sidee loo toobad keenayaa? Waxa weeyaan isagu wuxuu yidhaahaa 70 jir baan ahay PhD baan haystaa haba ahaadaan soo maad garan. Waxa weeyaan inuu la yimaado ra'yiga ah anigu doorasho dambaan u socdaa ma jirto Soomaaliye. Maanta marka laga bilaabo sanad iyo barbaa ay hadhay sanad iyo barkaa inuu markaa ku dadaalo
إن يتمادو دورشو حلالة أو دكتو أسيمانية أو نظيفة أو كالسوني دي سومالية سوئلس تاسي وامد تاها دو كودا قاقانا وحاكا بحايا الشيكي مركا أحسي هاي كوو قبلا دو قبين أو واحدا بوي كود دودان مجرسو كوو معارض واحدا بوي كود دودان مجرسو كشو غيبال إنو مركا الله كيانو إلا دوري يتوانقف شان يتوانقف ودك هو أهمين بدن بايع مشتري أهل الدين أهل العلم أهل العقل دلنيرو إن تلقى أنا شان يتوان كاسي ليه هو شان يتوان كينا نسيدي جد كلو مري لا حلاشة نقلت خليه هدي تاو كيانو حسن وحكا دبيرين دونتا إن ليسكو سود الوعد وحكاني دونتا إن إتوبيا ملقو للوغة سوى دجيستو وإن مركادة غاغي كارين وحكاني دونتا سومالي دا إتوبيا كنولنا إنه كانتو إنه كالسوني دو دي سوء لسو وإلا أحضان ميالا نوحان هدو ديد أناكو هاو إتوبيا أنو كميدنا هاي لكيسة سومالي بعلا من لها أحمر منهين أوروما منهين تقري منهين جوجي وحان هدو ديد هديك لأ أناك أياد دبنو كينسا وحيابا فربادانو عين كاس أيا هدو حسن طوبات كينو ووحان كان نغضو ويلا هو بس سومالي وحن إني هاجي يا جيت هي وحن لقى جب حلها أنا قلنا جيت كاس كرسي كمان ربع هذو يلا هذا وحن ما لينا يا إنه سياد بره ما هي آدم بكل وين دونا مركزي هدونا تاريخ ليس أيام لقري دونا لكن سيدو كوس على هذو كوا ذا أو مواطئنا تهاي وحق صو هرمان دونا هابا أن منثور أيا كون دونا مركز حسن ولا روي وأنكو برينا هدام سومالي نهاي فضلا dibu go joogso jarkad nagu wadid adbu masin yahay kaas waxa uu ahaa sanatar abdi ismaaciil samatar oo raasiga si telefishinka universal waxana wareesiga qaaday anigoo deeq daraja ah intii aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmeyno waxaan kaga tagayaa sidaasiyo nabadiino ee nolol kulanti